مش عايز يتغلب. النهارده ما بدأش بالجرأة اللي بدأ بيها ال 13 مباراة الماضية. حتى مباراة إمبي الوحيدة اللي خسر فيها كان أداء نادي الزمالك أفضل من أداء اليوم. النهارده أداء نادي الزمالك لما تتفرج عليها كابتن مدحت أداء متسرع وليس سريع. ده أبو تريكة بيدي كوبري بإيده لشيكابالا. يعني برضو العلاقات كانت طيبة جدا. لا دي برضو أنا هقولها من ضمن الإيجابيات طبعا. دي إيجابية. حضارية الجمهور وحضوره وتشجيعه برضو دي حاجة.